كيظهر لي بانه في هذه القضيه ديال التسقيف وداك الشيء. دابا انا اللي بغيت نفهم، حنا راه متبعين وكنشوفوا الهوامش، وداك الشيء اللي كتقولوا السي بوانو اخوان راه كذوب، وبانه الاثمنه اللي كاينه اليوم. والسيده الوزيره انا ما ندخلش في الديتاي، راه شرحت هذا الشيء في لا كونفيرونس دو بريس وتكلمات يعني، وداك الشيء راه مسجل في لي فيديو وكل شيء، بانه يعني الهوامش اللي كاينه هي تقريبا ديال 97. حنا ما كنشوفوا بلي كان اناليزيو لا سيتياسيون دونك قبال من هذا. فلهذا داك الشيء راه كل راه عندكم شي غلط ولا شي خلل ما، ولكن الا هو انتم الهدف انكم من بعد ما خرجتوا البترول من صندوق يعني من المقاصه بغيتوا ترجعوا لصندوق المقاصه ونديروا واحد 3 مليار، انا غاتفق مع الرئيس ديالك واجي تذكر معايا. انا ما نظنش ان الرئيس ديالك السي بوانو غادي يبغي. ها لا كنهضر لا وشوف لا وكنهضر كان لا خليني نتكلم انا وشوف انا كنهضر معك والله ما كندير معك السياسه، كنهضر معك من فضلكم. انا سي ابراهيم انا ما بغيتش تكون السيد الرئيس والساده والنواب سي ابراهيم حيت قالها لي السيد الرئيس السيدة والسادات، هذه حالة بهذه المناكمة ما بقاش بلا مال هذا.